عاجل، قوات صنعاء تحطم أسوار مدينة مأرب بعد تطويقها. تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. في بيان رباعي مشترك أكد سفراء كل من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية وبريطانيا والإمارات على ضرورة وقف إطلاق النار في مأرب، معبرين عن قلقهم العميق بشأن الهجوم المستمر على المدينة. في الواقع يمكن فهم هذا القلق، فخيارات التحالف لوقف عملية تحرير المدينة التي يشنها الجيش واللجان الشعبية قد استنفذت، والميدان في الحسابات العسكرية تحدده القوات الموجودة على الأرض وحجم الدعم اللوجستي التي يصلها وسرعة سيطرتها على المواقع. ولما فشلت قوات الرئيس المنتهية ولايته عبدرب منصور هادي حتى في الحفاظ على المواقع التي كانت قد سيطرت عليها، يبقى أمام التحالف إطلاق نداءات الاستغاثة التي تأتي على شكل دعوات لوقف إطلاق النار. على وقع الحراك الدبلوماسي غير المعلن الذي تجريه السعودية لوقف معركة مأرب، تواصل قوات الجيش واللجان الشعبية التقدم على جبهات مأرب والمناطق المحاذية لها، حيث وصلت في اليومين الماضيين إلى نقطة مثلث الفلج الواقع في المنطقة المحاذية للبلق الشرقي، والتي تضم تقاطع طريق الدولي الذي يصل إلى صافر، مما يجعل هذه المنطقة النفطية آيلة للسقوط بعد السيطرة على هذا المثلث، والأمر الذي يجعل نقطة الفلج الأمنية مكشوفة ناريا، خاصة بعدما سيطرت قوات الجيش واللجان الشعبية على سلسلة جبال البلق الشرقية. ميدانيا فقد تم الإطباق على مدينتي مأرب والوادي من عدة مسارات، من جهة الجوبة باتجاه البلق والطلعة الحمراء وصرواحة، وما يجعل المناطق الأخرى مكشوفة ناريا أمام قوات صنعاء هي سيطرتها على سلسلة جبال البلق التي كانت تتحصن فيها قوات حزب الإصلاح المدعومة سعوديا، والتي جرت فيها المعارك الأعنف منذ 7 سنوات خلال الفترة الأخيرة، حيث كانت تعد أهم نسق دفاعي لقوات هادي. وبالتالي فإن السيطرة على هذه المرتفعات سيعطي للجيش واللجان الشعبية السيطرة النارية على كل الطرق المؤدية إلى حقول صافر النفطية، إضافة لكشف مدينة مأرب.